حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول الشباب فيهم والكهول وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.